السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناه من الاخر الخلاصه لو اول مره تزورنا في القناه يا ريت في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب اعمل لايك للفيديو فعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى متابعينا الكرام معاكم محمد نور الدين خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري التونسي او ترتيب البطوله التونسيه الاحترافيه الاولى وترتيب الهدافين ونتائج او بعد مباراه اليوم بالنسبه للترجي امام اتحاد التضاوين وفوز الترجي على تحت التضاوين في الجوله الثالثه من الدوري التونسي مبدئيا يعني كده كان في مباراة أمس الأربعاء 16/12 وفوز النادي الأفريقي على شباب القيروان 2-1 أما اليوم الخميس 17/12 ترجى الريد التونسي قدر يفوز على اتحاد تدوين في الجولة الثالثة من الدوري التونسي بهدف حمد النقاص في الدقيقة 75 غدا بإذن الله عندنا مباراة بين مستقبل سليمان الرياضي أو نادي سليمان الرياضي أمام النجم الساحلي التونسي مباراة معادة الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري التونسي وترتيب الهدافين بعد المباراتين اللي اتلعبوا يوم الاربعاء ويوم او اليوم الخميس في صدارة ترتيب جدول الدوري التونسي بعد انتهاء مباراة الترجي امام اتحاد تطوين والفوز الترجي الرياضي التونسي في المركز الاول من ثلاث مباريات بسبع نقاط النجم الساحلي في المركز الثاني بست نقاط وهيلعب بكره الملعب التونسي في المركز الثالث باربع نقاط من مباراتين مستقبل الرجيش في المركز الرابع باربع نقاط من مبارتين ايضا نادي بينفردان في المركز الخامس باربع نقاط من مباراتين النادي الافريقي في المركز السادس باربع نقاط من مباراتين النادي الصفاقسي في المركز السابع باربع نقاط من مباراتين الاولمبي البيجي في المركز الثامن بنقطه من مباراه واحده مستقبل سليمان في المركز التاسع بنقطة من مباراتين نجم المتلوي على المركز العاشر بنقطة من مباراتين اتحاد دوين في المركز الحادي عشر بنقطة من ثلاث مباريات منستير في المركز الثاني عشر أو الاتحاد المنستيري بدون نقاط من مباراتين الرياض البنزرتي في المركز الثالث عشر والأخير بدون نقاط ايضا من مباراتين طبعا في فريق لسه منضفش انضافش الدوري وهو الفريق اللي بيلعب في دورة البراجاج البراج الخاصة بالدوري التونسي اللي هيتأهل منها الفريق في المباراة الفاصلة او الجولة الفاصلة عندنا بقى بالنسبة لترتيب الهدفين حمد الهوني لاعب الترجي الرياضي التونسي في المركز الاول بهدفين يتساوى معه ياسين الشماخي لاعب النادي الافريقي ايضا بهدفين و بليل مالك لاعب الملعب التونسي وفراس شواط لاعب النادي الصفاقسي في المركز الثاني بهدف واحد أيمن الصفاقيس لاعب النجم الساحلي حسين المسعدي لاعب الملعب التونسي حمد النقاز لاعب الترجي إلياس الجلاصي لاعب منستير عمر عمر بورار بوراوي لاعب شبابية القيروان وسليمان كوليبالي لاعب النجم الساحلي وكيتا لاعب مستقبل الرجيش بريني لاعب مستقبل سليمان محمدي لاعب بنفردان عويني أو عوني لاعب الرياضي البنزرتي وسيود لاعب مستقبل الرجيش وبن سالم لاعب مستقبل الرجيش وشيلي لاعب الاولمبي الباجي وايضا اللاعب كشريك كشريدا كشريدا لاعب النجم الساحلي تابع الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناه من اخر الخلاصه قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري التونسي البطوله التونسيه ترتيب الهدافين ونتائج بعد مباراه اليوم وفوز الترجي التونسي اشترك في القناه فعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته